معركة الفلوجة معركة ليست سهلة. داعش احتلت المدينة منذ أكثر من سنتين ونصف، وبالتالي تمكنت من كثير من المواضع الدفاعية وحصلت على كثير من الإمكانيات. ومدينة الفلوجة مدينة واسعة وفيها كثير من المدنيين، والقوات الأمنية تحاول أن تكون المعركة نظيفة داخل مدينة الفلوجة، وبالتالي وجود أعداد كبيرة من المواطنين إضافة إلى وجود أنفاق كبيرة وكثيرة حفرتها واستخدمتها داعش في المعركة تعرقل نوعا ما معركة تحرير الفلوجة، ولكن القوات تتقدم حتى وإن كانت في بطء في بعض الأحيان، ولكنها تتقدم نحو الهدف المرسوم لها وهو تحرير مدينة الفلوجة. التقديرات الأولية تتكلم عن أكثر من 10,000 عائلة في مدينة الفلوجة. حقيقة احنا شخصنا ووثقنا حالات من الاعتداءات على المواطنين، وشكلنا لجنة تحقيقية وبالتنسيق مع رئيس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء، واللجنة توصلت إلى إفادات أولية أو معلومات أولية تتكلم عن اختفاء ما يقارب 643 شخص إضافة إلى قتل 49 شخص. الآن اللجنة أكملت تحقيقها الأولي وسيتم تسليم هذا التحقيق إلى الجهات القانونية والقضائية. التهمة باتجاه الحشد الشعبي، هذه ستثبته، هناك تفاصيل ستثبتها التحقيق إن شاء الله. الحقيقة خرجت ما يقارب 5,700 عائلة من أطراف مدينة الفلوجة، من الأطراف وليس وسط مدينة الفلوجة، وتم إيواءهم وتسكينهم في عامرية الفلوجة والخالدية. والوضع الإنساني حقيقة فيه صعوبة بسبب ضعف الإمكانيات والحالة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها البلد، لكن هناك تنسيق عالي مع المنظمات الدولية، وإن شاء الله بعون الله تعالى سيتم يعني تجاوز هذه الأزمة بتضافر جهود الكل إن شاء الله. لكن الحقيقة المشكلة تحتاج إلى إمكانيات كبيرة. أنا تكلمت عن صعوبات، وهذه الصعوبات هي مرتبطة بالوضع الاقتصادي. هناك وزارة هجرة ومهاجرين تعمل معنا وكذلك المنظمات الدولية، لكن حجم المشكلة كبير ويستدعي من كل دول العالم مساعدة العراق في هذه القضية. يعني وسط الرمادي مستقر، أطراف الرمادي خصوصا جزيرة الرمادي لحد الآن فيها مشاكل أمنية وفيها مناطق محتلة من قبل داعش، ونحن نضغط مع القوات الأمنية لتحرير هذه المناطق وتأمين المدينة بالكامل. هذا العدد يعني فيه يعني غير محدد، لكن أعتقد العدد أكثر من 1,000 مقاتل. أكيد الوضع السياسي فيه مشاكل كبيرة، وهذا الوضع بدأ ينعكس بشكل كبير على الحالة الاجتماعية. نحن نعتقد أن العراقيين قادرين على تجاوز مشاكلهم إذا ما أخلصوا النيات وتركوا المناكفات الطائفية والسياسية، والتالي البلد مسؤولية الكل.